هذا وقد رصد التلفزيون المصري آراء وتوقعات الجماهير في محافظة سوهاج لمباراة مصر والسنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأعرب عدد من المواطنين عن أمنياتهم بتحقيق المنتخب لأداء مشرف ومؤكدين ثقتهم في لاعبي المنتخب. بإذن الله مصر هتفوز النهاردة في مصر والسنغال، وبإذن الله النتيجة 3-0 بإذن الله، وهنصعد لكأس العالم. توقعات 2-0 علشان مصر ما يدخلش فيها جون أبدا، وبصلاح وزيزو هنفوز ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب المصري 2-1 ويرفعوا راسنا ونفوز ويلعبوا كويس. ان شاء الله نكسب 3-0 كده عشان الماتش العوده يعني وكده. ان شاء الله نكسب 3-0، ان شاء الله صلاح وزيزو يجيبوا، صلاح يجيب جون وزيزو يجيب هدفين. مباراه مهمه جدا طبعا بين مصر والسنغال، مباراه تعتبر يعني مصيريه ان شاء الله اللي وصلنا لكاس العالم. مباراه من شوطين ان شاء الله، الشوط الاول في مصر، نتمنى ان شاء الله من علي القدير ان هو ينتهي على الاقل ان شاء الله يا رب ان شاء الله ب 3-0 او مثلا ب 2-0. اتوقع ان شاء الله منتخب مصر يفوز 2-0، بس هي طبعا مباراه قويه جدا. ان شاء الله كده المباراه النهارده باذن الله تكون جميله ان شاء الله، واتمنى بالتفوق باذن الله في اللي جاي يكون احسن باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله مصر تفوز ان شاء الله 2-0، ان شاء الله متوقع كده ان شاء الله.